التليفون عندي لما برن العيال كلهم بيطلعوا يجروا ويتشكلوا عليه، ولقيت البت بنتي بتكلم خالها وبتقول لي يا خال ما تجيش النهارده عشان ماما تعبانه ومركبه كلينه في ايديها. نتشت التليفون من ايديها وقلت لها ازاي تقول لي خلي كده يا بت، اسكتي مالكيش دعوه مالكيش فيه، ده انا ما بصدق ان هو يجي واشوف، بيبقى اليوم عندي زي يوم العيد. بعت بقى البت بنتي تجيب لي كيلو لحمه كده يعني ملبسه لان هو بيحب الحاجه ملبسه، وقطعتها تقطيع مكعبات وحطيت معلقه من السمنه عليها معلقه من السكر وسبتها تتكرمل كده لحد ما يبقى لونها بني. طبعا بسوي يتكرمل على نار متوسطه عشان ما يتحرقش معايا، وبعد ما السكر يتكرمل معايا بجيب اللحمه كده وابدا كده اقلبها بشويش عشان ما تكشش معايا، وعلي النار شويه عشان خاطر ان الدهون معايا دي تسيح. ده عز منه، ده اخويا الحلاه يا جماعه ماليش غيره، ربنا يبارك لي فيه ويحميه ويخليه الاولاد. جبت بقى بهارات الشوربه وحطيتها عليها ورق لوري وحبهان، عندي مستكه، عندك اي حاجه من بهارات الشوربه حطيها بس ما تكتريش، من كل حاجه 2 2 كده، ورشه كده من القرفه ورشه من الفلفل الاسود ورشه من 7 بهارات، ونسيت اقول لكم بحط رشه من جوز الطيب، انا بجيبه وببشره على المبشره الصغيره انتوا شايفين الكتكوته دي. وعندي حوالي 4 بصلات فرماهم عندي في الكبه فرم ناعم، نزلت بهم بقى على اللحمه بتاعتي اول ما لونها اتغير بالشكل انتوا شايفينه ده، ونهدي النار بقى ونسيبها مع نفسها تاخد وتدي كده بشكل ودي. وبكون مجهزه بقى كوبايتين من الميه، ويا ريت الميه بتاعتنا تكون سخنه عشان اللحمه معانا تستوي بسرعه، وكمان ما تريمش معايا وما يبقاش ريحتها زفره. بجد الطريقه دي حلوه جدا، انا دلوقتي مش هحط ملح، الملح ده بيتحط في اخر دقيقه قبل ما تطلعها. طبعا كلكم عارفين عشان اسرع عمليه التسويه ما بحطش الملح دلوقتي. لو وصلتوا بقى لحد هنا من الفيديو، لو بتحب الوصفات السهله والسريعه سايب لكم تطبيق عندي في الباي اللي هي الصفحه الرئيسيه بتاعتي، اضغطوا عليه وحملوه، او هتلاقيه في تعليق انا مثبتاه اضغطي عليه برده وهيحمل معاكي التطبيق ده، بجد بستفاد منه، بتعلم منه الوصفات السهله والسريعه والحلويات وكل حاجه، وبصراحه هو مساعدني جدا. وطبعا الفيديو ده او التطبيق ده اسفه بيتحمل الاول بانترنت، بتنزليه عندك على الموبايل تيجي بعد كده بتشغليه بدون انترنت خالص، مش محتاجه نت عندك ولا اي حاجه. طبعا كتير مننا الكهرباء بتقطع عنده فتقدري انت تتسلي وقتك عليه، بيشتغل بدون نت. نسيت اقول لكم انا حطيت مع اللحمه وهي بتستوي مكعبين من المرقه، فبالتالي انا ما كترتش ملح لان المكعبات انتوا عارفين ان هي فيها نسبه من الملح يعني. وكان عندي بقى شوربه، عملت شويه رز بسمتي جنبها كده، واللحمه بصراحه دايبه دوبان واستوت معايا في ثانيه. لو وصلتوا بقى لحد هنا من الفيديو بالله عليكم ادعي لي ربنا يقومني بالسلامه، لان بصراحه اليومين دول يوم حلوه وعشره نايمه في السرير. ارجو منكم اللي بيحبني وما بيحبنيش يدعي لي دعوه حلوه من قلبه، ولكم البسل يا رب.